الله لا أوريكم، ما يصلح معاك. هرب هرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. لا 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 لا, لا ما اتفقنا على كذا اليوم. الحلقة حماسية شوي، بحاول أروض هذا كأنه يتروض. أوكي صدنا مسكنا. لا لا تأخرنا، والله أنك مصيبة أنت. لا خلاص أتعبني. أبغى يطيح، يمكن أقدر أروضه. والله اللي ما يطيح للعلة. شكله خلاص. أوكي نفتح وياه نشوف. يا أخي أزعجتنا أنت، توقع ياكل لحوم. توقع اتوقع كذا. يا أخي ازعجونا هذول. في واحد بعد أبغاه، والله العظيم ما أدري وين راح. هذا ياكل ولا لا؟ خوي تعبان مرة مرة تعبان. أعطيته لحوم. أوكي أوكي كويس. كمان بوي كمان كمان. معذرة على سرعة الدخول للحلقة اليوم لكنها مثيرة. كنت من زمان أبغى أروض واحد من هذولا المجانين، لكن فاتني واحد، فاتني واحد من الحيوانات. كمان بوي. خلاص هذا راح اروضه بكل سهولة ان شاء الله، لان عندي واحد وابغى هذا بعد. ايش بلا زعلان. حط له حط له يقول ايتمز. طيب ايش احط لك؟ ايش اللي ياكل هو؟ هاني بوت جاينت هاني. ماي جاد، كيف اللي عندي انا هناك روضته بسهولة؟ هذا يبغى هاني. ما عندنا هاني يا اخوي. اوكي اوكي خلاص، مثل ما قلت لكم دخلت بسرعة للحلقة وارحب فيكم مجددا معنا في حلقة جديدة في جزيرة راجناروك اللي انتقلناها من الحلقة الماضية. وين هذا يا جماعة الخير؟ اقول لك انت مو تبعد عني. خلنا اشوف البيهيفير، نحط الديستنس. يقول تشينج تارجتينج. لا ديستنس ديستنس تشينج ديستنس فروم ميديوم. لا خليها كذا لو احسن. ايوه لكن هذا قهرني صراحة، ودي يقول هاني. خلاص نتركه يولي. هذا ما يهاجم للأسف. ايش بلاك انت؟ خلنا نشوف البيهيفير حقه. طيب لان هذا ما يهاجم المسكين فهو ما يهاجمه، المفروض يهاجمه. اوكي اوكي ما ادري احتاج سدل ولا لا. ديلو فونشور ديلو، حنحط ديلو ونشوف ديلو. ما اعتقد له، ما منه فايده، ما منه فايده. ديلو اوكي امشي يا ديلو. اريد منك بس اهم شيء انك تهاجم. تهاجم تسوي لنا اكشن، نبغى منك اكشن، المطلوب منك اكشن. والله اليوم كذا متحمس. يا ليه بطيء هذا؟ هذا واحد ثاني زيه، ما ودنا نتواجه معاه.
نجهز السبير. انا شايف حيوان هنا قبل شوي. ايوه اوه قاعدين يهاجمونه. يا والله لا اوريكم، ما يصلح معاكم الا كذا. جا عليك البولة. خلاص تأدبت، والله ما راح اعطيك الا بالكلوب. ما راح، ما ابغاك. ايش اسوي فيك انا؟ تاكل ما تاكل والله لا اذبحك، ما عندي لحم. اوكي ما يبغى ياكل، شبعان. ولف له 16. خلاص تعال تعال يا عله. انا ابغى اشوف يعني مستواه في الهجوم. ان شاء الله لف لك واطي 5. اوكي ما يهاجم. ها كويس. اوكي 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 احسن، هذه افضل طريقه. تعالي تعالي. ها ايوه اضرب اضرب. اوه كويس اوه كويس، طريقه ناجحه. راح اروض لي واحد ثاني بعدين. طريقه ناجحه والله، طريقه يعني ترى اللي عندي لفله كويس، لفله 21. ياهو ياهو، وين خوينا؟ ايوه يلا اقض عليها. والله كويس. لف الاب. اوكي اوكي ممتاز. اوكي راح اشوف الباكج هذا نازل قبل لا يمشي. ما ادري عاد يعطوني اياه او ما يعطوني اياه. خلاص طلع علينا الصباح ان شاء الله. اوه اوه ايش هذا؟ براشور. براشور ايش جابك عند هذا؟ اوكي نقدر ناخذه. كويس هذا سدل رامش كل ايش سدل، والله ماني بعارفه، لكن راح اخذ الباكج كله كامل. في لحوم. اوكي كويس. طفي النار خلاص ما لها داعي. ايج هيلث 61. والله انا ماني عارف يعني مش مشكلة البيضة هذه، الهيلث حقها ينزل هي، هل هي راح يعني تفقس او وش المشكلة؟ شو لونها كذا صاير زي الاحمر؟ والله ما اعرف يعني، يا ريت احد ينصحنا ويعطينا راية في الامور هذه يكون افضل. هل راح تفقس ويجينا صغير يعني من الترايكس هذول الاثنين او وش السالفة؟ ها وين حيواناتي الصغار؟ اوكي الا هذولا، هذولا ما ارضى عليهم. تعال انت تعال انت. والله ودي اجلد هذا، ودي اجلد هذا. هاي شيخ ابغى افتك منه هذا. شوف شوف شوف، يعني كأن الحيوان حقي هو، لا حيواني ولا شيء. شوف سارق مني أغراض، شوف السروق، ما هو بحيوان حقي. هذا لفل لفل كويس، أنا أبغاك تلفل، أبغاه يلفل وأبغى أعطيه في الوزن
وزن عنده 200 وشوي، ابغى اعطيه في الوزن والسرعه. والله انا اعشق السرعه في اعشق السرعه في ارك. بدون سرعه وضعك يكون سيء. شوف سرعته بطيئه ما زال، لكن هذا الحيوان من الحيوانات اللي عجبتني في ارك. صغير لكن كثير الفائدة. مالتي والله بيضتكم هذه، والله ان شاء الله انا يجينا صغير ويزيد العدد. ما ادري ما ابغى براسور، ابغى نفس اللي حصلنا عليه ومات. ايوه هذا واحد، لا هذا اللي ورطنا من اول. والله لا اجلدك، والله لا اجلدك، انت ما يصلح لك غير جلد، انت اللي ورطتنا. والله تزعل ولا ترضى. تعال تعال انا ماني ذاك اللي تلحق. والله يراوغ خسيس، يراوغ عنده مراوغات رهيبه. ايش فايدتك انت؟ خلاص الاستمنة عندي نزلت خلاص. والله القوي روح بحر بحر. ايوه راح بحر، انا ابغاك تروح بحر. روح يا ويلك ان رجعت لي. روح روح عشان تاكلك الاسماك. خسرنا واحد من الأعضاء اللي ويانا، لازم نعوضه بواحد ثاني أكيد في وقت ثاني. راح أحاول أعوض، والله كان كويس حقيقة، خفيف ويساعد. هذا فيه مال، لازم نبحث له عن مال. راح ننتظر ايش اللي راح يصير، وان شاء الله يعني نواصل مشوارنا معاكم دائما. اتمنى انكم مستمتعين معنا في هذه الحلقة. نروض هذا ترنادون، بترنادون راح نروضه. ما ادري عاد كيف البروجرس معاه، ما قاعد ياكل. حطيت له لحم، وش هالهوا ذا اللي جانا؟ في عصير او تقريبا كذا. اخاف اعطيه هذه، راح اعطيه واحد حبه واحده. سبويل وان، ما ادري هذه راح تجوعه ولا تعطشه تخليه ياكل. يا اخي خلاص اوكي اوكي البتر نادم تعال كمان مش معاي. مشينا مشينا يلا اوكي، رجعنا مكاننا بعد هالعاصفة هذه. والله جاتنا عاصفة، ما ادري شلون صاير، هل هي عاصفة ثلجية او. تعال 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 راح نوديك هنا، وراح تصير في حماية الشباب. صار الليفل حقه 22 كويس لا بأس فيه.
لأن ننتظر يرتفع الليفل حقنا ونقدر نصلح السدل حقه. يا وش ذا اللي ما اتخلص منه انا ذا يا جماعة الخير؟ الحين كل الحيوانات تضيع الا انت ما تضيع. لازم اعرف انا وش مشكلة هالحيوان هذا، حتى شكله بشع ومخيف وذا، لكن ماني عارف ايش فايدته. كذا اكتملنا الآن، يعني مش اكتملنا، لا زال لسه محتاج زيادة حيوانات. أعطوك ليفل ما أعطوه ليفل، هذا عنده موارد كثير راح أسحبها منه. عنده لحوم، عنده هايد، عنده فايبر كويس. خل الفاكهة لك شوي تستانس فيها. راح نحط الفاكهة ونحط الموارد هذه المفيدة داخل البراد حفظا لها، وهذا هو أفضل شيء. والله ناخذ من كل قسم حاجة. حصلنا على مكاسب راح أحطهم هناك. وين؟ أوه عندي الطاولة هذيك هناك. أنا ودي أشوف إذا في طاولات تفتح معايا الآن. شو المستوى حقي أول شيء؟ يمكن 30، ما جيت 30، 28. هذا بير تراب. أوه يعني الدب اللي هناك نقدر نسوي له تراب. ما أدري عاد نصيده ولا لا. طيب ما في مشكلة، أنا قلت ودي أصلح لي ملابس بدل الملابس هذه. ملابس زيادة، لكن هذه حقت البرد. حتى بعض الموارد مش موجودة عندي. ايش هذا؟ تريب واير الارم. ها بليس تو اوف ذيس نير ايتش اذر تو كريت ان الارم. يو خطير، هذه تسوي لك كذا ساوند، تطلع ساوند. لكن اويل، انا منين اجيب الاويل؟ من اساسيات تصنيعها الاويل. ما عندنا اويل، راح نجيبها له. خلها بس تقعد عندكم. ودي انا اصلح الوول تورش هذه، راح تاخذ علينا. والله اخذت. اوكي وايب، في حاجه كنت ادور عليها، الملابس هذه فتحتها خلاص. اوكي كويس. طيب ليه ما نصنعهم؟ ولا يحتاجون؟ اوكي نقدر نصلح الان. اوكي هذه البدلة الجديدة او الزي الجديد الان نقدر. اوكي لبسنا زي جديد الان، افضل من اول. ارمور حقه افضل. نبغى نشوف ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايه فكنا من شركت. نبغى تكون فيه خوذة او تقريبا كذا شكلها. ما فيه يعني على اساس يصير الملء. اوه هذي هايد هات. اوه 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 شغلات كثيرة. هذا ست كامل، يعني لبسة كاملة تختلف عن ذيك. بيطلع شكلك شوي غير. يا ابوي اصرف. قد انا انتظر اجمع ذولا. حق ايش اجمعهم؟ اجمع نقاط الى ايش؟ هذا راح يعطينا شوي، يعطيه قوة. اتوقع كذا انا راح يعطيه قوة. فيها ارمور زيادة، الارمور 45، لا الارمور 20. الارمور 20 زي البدلة 20. زي البدلة لكن زي كامل هذا. اوكي نغير شكله الان بالكامل، لبس بالكامل. خلاص نومور اللبس القديم. هذه في ارمور الان 20. والله اوكي كويس.
أرمر 20 طلع شكله أفضل من أول. شوفوا خاوينا والله. بس عاد ليش فيه ايش في وجهك كذا عبس عاد مرة يا وي زعلان هلا عشان يرعب الوحوش. أوكي ليفل أب. طيب راح نحط لك في السبيد. أنا دائما أحب أحط في السبيد خاصة في الغابات. إحنا ما وصلنا مناطق الخطيرة مرة لكن أحب أخلي في السبيد. عوضونا اللي صرفناه في البدلة هذه من نقاط رجع عاد لنا. يا هذا والله اللي ما أفهم له. ماني فاهم إيش ميزته ذا. نو هنا مكتوب نو. يا أخي إيش الحيوان هذا؟ في بشاعة وبعدين يبغانا أشيله ما أدري إيش قصته. خلي يولي. أنت جاك لفل. لفل. كويس. راح نعطيك في الويت. لأن أنت من الأشياء المهمة عندك الويت والاستمنة. لسه لسه والله راح تجلس تكي تتكي هنا. ما حد حولك. ما عندنا أصلا ما عندنا لك سدل. وش أسوي لك؟ هذولا مع البيضة حقتهم ما نعرف الله الراحة. لا يكون ذبحوا هذا تعسوك. أوكي الآن راح نشوفكم إن شاء الله بعدين. أتمنى أن الحلقة هذه حازت على رضاكم وقدمنا فيها شيء مفيد وشيء ممتع. ولا تنسونا من اللايك. وإذا تحبون تسوونها شير سووا شير لفيديوهاتنا وهذا يكون دعم لنا وتشكرون عليه. ولا تنسونا بالاشتراك. واللي حاب يوصل لك كل جديد يفعل زر التنبيه وراح يصل له إن شاء الله كل جديد راح نطرحه على قناتنا. وفي أمان الله.